عزيزي أنت شخص حساس وعاطف، ما تنساش أن قراءات للنساء والرجال. أنت رجل حساس، أنت امرأة حساسة، أنت شخص حساس وعاطف جدا، عاطف للغاية، لديكم أخلاق لطيفة جدا. لديكم أخلاق رائعة تجعل التعامل معكم سهل، تجعل التعامل معكم راحة ومتعة. أنت عزيزي أو عزيزتي، أنتم تحبون الطبيعة، تحبون الطبيعة لأنها لطيفة مثلكم، ومن خلال الطبيعة تدرك مدى قدرة الرحمن، مدى رحمة الرحمن، مدى كرم الرحمن الرحيم، لأنه ترك لنا جزء من الجنة في الأرض. لماذا؟ لأنه يحبنا، الله يحبنا جميعا. وبما أنك أنت لطيف وجميل مثل الطبيعة، حياتك كذلك تغمرها البهجة، يغمرها الفرح، يغمرها عفوا النور، حياتك تغمرها القوة، نعم، يغمرها الحيوية، حياتك يغمرها النشاط. لذلك أشكر الله كثيرا، فإن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم. كتبان ولا ما كتبانش؟ لأزيدنكم. أرى كارتات جميلة بزاف وإيجابية بزاف. بالنسبة لحياتك العاطفية كذلك أراها إيجابية، إلا أني أرى حبيبين، حبيبين. الأول قد يكون برجه مائي، عقرب سرطان أحوت، والثاني قد يكون ترابي مثلك، جدي ثور أو عذراء. الأول المائي، المائي ينتظرك بشغف كما ننتظر كلنا أزهار الربيع وورودها الجميلة. نعم هناك مشاعر، نعم يحبك، يتمنى رؤيتك بعد غياب، الشوق يجذبه إليك، يشتاق إليك بزاف، كثيرا كثيرا كثيرا، يشتاق للمسة يدك، يشتاق عفوا يشتاق كثيرا لنظرة عيونك، يتمنى رؤيتك، يتمنى رؤيتك. هذا الحبيب متعلق بزاف، متعلق، مغرم، هذا الحبيب أسير حبك. أنت ربما ابتعد، لا تخلوني نزيد نشوف الكارت. أنت ربما ابتعدت وانسحبت وهو حاول نسيانك، لكن يصعب، يصعب النسيان، يصعب عليه النسيان، يصعب النسيان، يصعب نسيان من يحب. أنت قطعت ربما كل قنوات التواصل مع هذا الحبيب، تتجنب الأماكن التي يقصدها لكي لا تراه، وأراك منشغل ومشغول بأنشطة، بأنشطة متعددة وبأنشطة مختلفة، تفعل أشياء جديدة يعني لتنساه. أراك أو أراك تعتنين بنفسك، وخاصة تعتنين بهدوئك وسلامك الداخلي. لكن هذا الحبيب، هذا الحبيب يرى الحياة فارغة ولا يمكنه التنازل عنك، وسيبقى متعلقا، سيبقى متعلقا بك وبحبك مدى حياته، سيبقى متعلقا ديما دائما طوال عمره. أما الحبيب الثاني، مع الحبيب الثاني، مع الحبيب الثاني أرى كل شيء سهل جميل. أرى حياة مليئة بالرزق، حياة مليئة بالهناء، بالسعادة، بالوفرة. يفعل كل ما بوسعه، أنا أتكلم من الآن عن الحبيب الثاني.
أخا الحبيب الثاني يفعل كل ما بوسعه لإسعادك، لإرضائك. وكذلك أراه يخطط للمستقبل، هو شخص مسؤول وشخص جدي ويفكر ويخطط في يخطط للمستقبل. خلاصة القراءة، بجوج بهم أراهم كلاهما طيبان، كلاهما صادقان، وأرى أن ردود أفعالهما بالنسبة للحبيب الأول، الحبيب الأول الكارتة التي تلمسه، أرى أنك أنت حبه المستحيل، أنت نجم النجوم، هذا ما أرى بالنسبة للحبيب الأول، ولا يمكنه الوصول إليك، لكنه متعلق بزاف بك، متعلق جدا، أنت نور أيامه. والحبيب الثاني هو يعني شخص مسؤول، ويعني يفكر حتى في استقرار وحتى زواجه، هو إنسان جدي، هو إنسان مسؤول، إنسان يفكر في الاستقرار، في حياة مستقرة معك، هذا الثاني. وقد يكون هو إنسان محافظ ملتزم ويطبق القواعد الشرعية، يعني رجل محترم، رجل بكل معنى الكلمة، رجل محترم جدا، زوج مثالي. الثاني يحبك، نعم يحبك، نعم يحبك، يعني الكارتات التي تلمس الحبيب الأول كارتات قوية بزاف، يراك يعني هو ينظر إليك بأعين الثاني، كيفاش نشرح لكم؟ الثاني يعني ترابي، جدي، معقول. أما الأول هو شخص حساس، شخص يحلم، شخص إنسان ذبذباته مختلفة. الثاني عملي، الترابي شخص عملي، رجل عملي، أما الأول فهو يعني مائي، هو حساس، عواطفه عواطف، لكن الثاني يحبك كذلك، الثاني كذلك يحبك، إلا أن الاستقرار أراه مع الثاني، الأول كذلك أراه هناك يعني، لكن الثاني لا أدري، الأول ربما يشعر أنه لا يمكنه إعطاؤك ما تستحقه، يشعر بأنه أقل، لكن حبه حب سماوي جميل بزاف، يحبك حب طاهر ونقي بزاف. مهم أنتم، لا أدري إذا كانت قراءة محزنة أو سعيدة، لأن عفوا لديكم حبيبين، لكن للأسف عليك أن تختار، كما قلت مع الثاني يعني أرى كل شيء سهل، علاقة ناجحة، علاقة مثالية، علاقة سعيدة. ويفعل الثاني، أنا أتكلم، يفعل كل ما بوسعه لإسعادك وإرضائك. إذن كلاهما طيبان، وأرى أن ردود أفعالهما أمام المشاكل بجوج بهم عدم الاستسلام والبقاء بجانبك. إذن عليك أن تختار، ولا تنسى أن الحب الحقيقي يضحي بكل شيء من أجلك، وأنت أهم من حياته وأول أولوياته. أنا أتكلم الآن عن الحب الحقيقي، أنت من يدرك ذلك، من يعلم ذلك. أنا ما رأيته هو مختلفين، لكن هناك يعني حب حقيقي من طرف الأول والثاني، إلا أن يعني هناك اختلافات. الحب الحقيقي يضحي من أجلك، يضحي بكل شيء من أجلك، وأنت أهم شيء في حياته. لذلك بالنسبة للرسائل الملائكية، الأولى تقول العطف والرحمة، عليك أن تعطف وترحم ربما الحبيب الأول الذي يشتاق إليك والذي يتعذب. الثانية تدعو للتأمل والعودة والرجوع إلى سلامنا الداخلي. والثالثة عفوا التعاطف،
عليك أن تتعاطف، لا أدري مع من، مع الأول أو مع الثاني، أنتم تعلمون وضعيتكم مع الحبيب. طبعا إذا كان هناك حبيبين، إذ لم يكن هناك حبيبين ولديك حبيب واحد فقط، فتعلمون أن القراءات، هذه القراءة ليس لديها مدة زمنية معينة وليس فيها مكان ولا زمن، قد يحدث هذا غدا أو بعد غد، قد يصل إليك هذا الحبيب الترابي، هذا الحبيب الذي يريد الاستقرار وكل شيء معك، هذا الحبيب الذي سيسعدك، وأنتم عليكم أن تختاروا وأن تقرروا إما الأول أم الثاني، واختاروا بقلوبكم، دائما اختاروا بقلوبكم. والآن لماذا غادي نهز واحد الرسالة هذه؟ قريبا ستصلك رسائل سعيدة، فتحت القنوات، قنوات التواصل الواضح والحقيقي، اترك قلبك مفتوح وعبر عن حبك بدون خوف، عبر عن حبك بدون خوف. كانت هذه هي الرسالة. والآن أودعكم، لكن قبل ذلك أتمنى لكم حياة سعيدة، حياة عذبة، حياة مليئة بالأفراح والابتسامات والهناء، وأن يهديكم الله، أن يهدي لك الله كل ما تتمناه، وتقدم لك الحياة أجمل ما لديها. كنبغيكم بزاف، أحبكم من أعماق قلبي. بسلامة وإلى اللقاء.